السيترولين والسيترولين مالت. السيترولين هو حمض اميني في البطيخ وبيتم كمان تصنيعه داخل الجسم، والجسم بيستفيد بالسيترولين بشكل مباشر، وده لانه عكس الارجانين تماما. هو انت ورايا نفسك تشير يا دكتور؟ تشير اتفضل خد ده عشان عكس الارجينين اللي عشان تستفيد بيه لازم يتحول اول، وبكده بيفقد جزء من الماده الفعاله بتاعته. السؤال اللي جه في دماغك دلوقتي، احنا ليه محتاجين سيترولين في حياتنا؟ يا ترى ليه بقى؟ اول سبب لان السيترولين بيتم عن طريقه ضخ حمض النيتريك اوكسيد في الدم والعضلات. حمض النيتريك اوكسيد هو اللي بينقل الدم لبقيه العضلات، فبالتالي بيعمل لك بامبنج كبير جدا وبيخلي العضلات بتاعتك تستفيد من التمرين بشكل اكبر بكتير. زياده عن كده انه بيحفز طاقه الجسم وبيزود القوه والنشاط، ايه تاني غير ان هو بيحسن من اداء الجسم للرياضيين بشكل عام؟ طب يا ترى ايه الافضل، السيترولين مالت ولا السيترولين العادي؟ السيترولين المالت افضل من السيترولين العادي، لان حمض المالت لما بيتضاف للسيترولين بيزود من قوه السيترولين عن طريق دوره اسمها كيرف السايكل. طب ويا ترى ايه افضل جرعه للسيترولين؟ افضل جرعه للسيترولين انك تاخد 3 جرام قبل التمرين بنص ساعه، وهتحس بالفرق في التمرين وفي عروقك.